نفى وزير الخزانة الأمريكي تيموثي كاتنر في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن يكون الرئيس باراك أوباما يجر الولايات المتحدة إلى الاشتراكية، ووصف اتهامات الجمهوريين في هذا الشأن بأنها تثير السخرية. وقال جيتنر للصحيفة إن إدارة أوباما يجب أن تقوم بأمور استثنائية لحماية الاقتصاد الأمريكي واحتواء الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها بعد هذه الفوضى.